عمدت الهيئة العليا لإحياء التراث لإزالة هذه المعوقات فعلا من خلال افتتاح المعهد الآلي للتراث، وهو معهد متخصص في تدريس المواد التي يعنى بها المحقق في أثناء عمله على النسخ الخطية. المعهد يتطلع إلى رفد الساحة العلمية بجملة من المحققين القادرين على إحياء التراث، والهدف من إنشاء هذا المعهد هو ليست كمية المحققين أكثر مما يهتم بنوعية المحقق وجودة المحقق ودقة عمله.